الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما ظاهرة أثر المزاحمة crowding out effect. هذه الظاهرة مهمة جدا في الاقتصاد الكلي، النظرية النقدية وموضوع النقود والبنوك، وعلى بركة الله نبدأ. هذه الظاهرة، ظاهرة أثر المزاحمة crowding out effect، لابد من تقديم هذه الظاهرة بواسطة ما يسمى سوق الأموال القابلة للإقراض. سوق الأموال القابلة للإقراض، أو منسميها باللغة الإنجليزية loanable fund market. loanable fund market، الأف هو اختصار لـ loanable fund، الأموال القابلة للإقراض. هذا السوق، سوق الأموال القابلة للإقراض، يشمل نشاط المصارف اللي هي البنوك التجارية والاستثمارية والمؤسسات. هذه المؤسسات التي تمنح قروضا فردية أو مؤسسية بمبالغ كبيرة نسبيا. يعني الآن عندي مؤسسات تمنح قروضا فردية ببضعة آلاف أو مئات أو كذا من وحدات العملة المحلية، لكن هناك مؤسسات تمنح بمئات الآلاف، بالملايين، بعشرات الملايين، ربما بنصف مليار أو مليار. فطبعا الفردية مستحيل، لكن مؤسسات مستثمرين كبار بيستثمروا بجوز 100 و200 و300 مليون دولار عفوا أو دينار أو جنيه وما هكذا. فالآن إذا يعني لابد من التركيز على إنه أثر المزاحمة قدم بواسطة سوق الأموال قابل للإقراض أو للاقتراض، للإقراض أو للاقتراض. loanable fund market، loanable fund هو طبعا الأموال قابل للإقراض هنا. فهذا الآن السوق يشمل المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات التي تمنح قروضا فردية أو مؤسسية بمبالغ كبيرة. الآن يمكننا توضيح عمل هذا السوق اللي هو سوق الأموال القابلة للإقراض أو الاقتراض بواسطة رسم بياني بسيط كما يأتي. على المحور الأفقي هذا هو loanable fund، كمية الأموال القابلة للإقراض والاقتراض عفوا. وعلى المحور العمودي أسعار الفائدة. هنا أسعار الفائدة طبعا في اقتصاد وضعي ليس إسلامي، هنا اقتصاد وضعي، يعني نتوقع أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة تنخفض الكميات المطلوبة من الأموال القابلة للإقراض، لأنه يكون سعرها باهظ، وترتفع بنفس الوقت، بوقت نفسه ترتفع الأموال المعروضة حتى تقرض. فإذا نبدأ بالطلب، هذا الطلب على الأموال القابلة للإقراض في خلينا نقول المرحلة الأولى دي صب الأف اللي هو منحنى الطلب في هذه الحالة على الأموال القابلة للإقراض والاقتراض في المرحلة الأولى. هذا الطلب لاحظوا لي يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة، كلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الكميات المطلوبة من الأموال قابلة للاقتراض، وعندما ترتفع أسعار الفائدة تنخفض هذه الكميات المطلوبة من الأموال قابلة للاقتراض. مقابل ذلك الآن supply أو ما يسمى عرض الأموال قابلة للاقتراض والاقتراض، كلما ارتفعت أسعار الفائدة ترتفع الكميات المعروضة. أوكي، لأنه كل الناس بتصير بتحاول تدخر والبنوك تقرض على مستوى مرتفع من أسعار الفائدة، وبالتالي حتى تحقق أرباح أكثر. فعندما يلتقي المنحنيان، منحنى الطلب على الأموال القابلة للاقتراض ومنحنى عرض الأموال القابلة للاقتراض والاقتراض، يحدث عندما يسمى بالتوازن. هاي نقطة التوازن الآن. هذه النقطة تتكون من زوج مرتب على النحو التالي، هاي الكمية من loanable fund في المرحلة الأولى هنا مقابل ماذا؟ سعر الفائدة عند هذه الـ R1. فهذه الآن نقطة التوازن التي تمخض عنها كمية توازنية من الأموال المطلوبة المعروضة وسعر الفائدة اللي اتفق عليه الطرفان الطالب والعارض. هذا المبلغ الآن، هذا عفوا الكمية، هذه كمية التوازنية، ماذا؟ هذا المقدار يكفي لمعظم المقترضين الصغار والمستثمرين إن لم يكن جميعا، الذين قبلوا بأن يدفعوا سعر فائدة R1 هذا، فكلهم حصلوا على الكمية المطلوبة منها اللي هي مطلوبة يعني لهم أو أنهم برغبوا فيها Q/LF1. ما الذي يحدث؟ تدخل الحكومة كمقترض مؤسسي وتقترض بكميات كبيرة كفعل من سياساتها المالية. الآن
كثير من الحكومات تقترض من سوق الأموال قابل الاقتراض والاقراض. لماذا؟ لو يكون في عندها عجز في الموازنة، تحتاج، لا تريد أن تطبع نقود، بدها يعني ممكن أنها تقترض من هذه المؤسسات اللي هي المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات فتدخل. لكن الحكومة لا تقترض مثلي ومثلك أو مثل المستثمرين الصغار، تقترض بكميات كبيرة، بمئات الملايين، بمليارات ربما في بعض الأحيان. هذا الآن الفعل كجزء من سياسة المالية حتى نسد عدد الموازنة أو نزيد من الإنفاق الرأسمالي في الموازنة الحكومية أو الإنفاق الجاري. ما الذي سيحدث الآن؟ يترتب على هذا الفعل كجزء من السياسة المالية أن ينتقل منحنى الطلب على النقود من هذا الموقع إلى هذا الموقع. هذا الموقع الآن DLF2، هون طبعا DLF1، هون DLF2 اللي هو هون طبعا الديماند أو الطلب على الأموال القابلة للاقتراض والاقتراض في المرحلة الأولى. بعدما دخلت الحكومة الآن انتقل منحنى الطلب من هذا الموقع إلى الموقع هذا، هذا DLF2 الأموال القابلة للاقتراض لكن من مرحلة. هذا ماذا؟ الآن تبلور عندي توازن جديد. هذا التوازن الجديد الآن بيقول لي أنه الكميات التوازنية أصبحت يعني أو انتقلت من هذا الموقع إلى هذا الموقع، وأسعار الفائدة طبعا هنا Q طب LF2، لكن أسعار الفائدة كذلك الأمر ارتفعت من R1 إلى R2. أوكي، هذا الفعل الآن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة ثم انخفاض ما يتوافر بالسوق. أرجو قراءة هذه الجملة باهتمام. هذا الفعل الذي قامت به الحكومة بأن دخلت كمقترض مؤسسي واقترض بكميات كبيرة أدى إلى سحب كثير من النقود من المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات، رفعت أسعار الفائدة من R1 إلى R2، سحبت كثير من النقود المهمة هنا كانت يعني متوافرة لمين؟ للمقترضين الصغار والمستثمرين. المستثمرين هذول بحركوا الاقتصاد. عندما دخلت الحكومة حتى تسد عجز في الموازنة أو تعمل شيء ما يعني لغاية في نفس الحكومة، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكميات المطلوبة من النقود لكن ذهبت إلى الحكومة. هذا العمل يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة ثم انخفاض ما يتوافر من ائتمان إلى صغار المقترضين والمستثمرين. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه هذا الشيء ما قد يؤدي إلى أثر انحساري على الإنتاج الوطني، لأن المستثمرين الآن يعني رفعت عليهم أنت أسعار الفائدة بهذا العمل، ما يعني بأن الكميات المطلوبة من الاستثمار ستنخفض، وعندما ينخفض الاستثمار معنى ذلك ما فيش عندي نشاط اقتصادي يعني كما كان في السابق، وبالتالي التوظيف بقل، الإنفاق بقل، وبكون في عندي أثر انحساري في الاقتصاد الوطني. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا لكم أحبتي طلبة الاقتصاد الكلي والنقود والبنوك والنظرية النقدية، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.